قالت السلطات الإسبانية اليوم إنها طلبت من شركتي فايزر وموديرنا جرعة ثالثة من لقاح كورونا لتحصين المواطنين بها تعزيزا للمناعة ضد فيروس كورونا. وزارة الصحة لم تحدد موعدا معينا لإعطاء اللقاح. يأتي ذلك وسط تدفق كثيف للسياح إلى إسبانيا في خضم مواجهة الموجة الخامسة للجائحة. يواصل السياح التدفق إلى إسبانيا بعد فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. مدريد اكتظت بالآلاف تستمتع بالعطلة الصيفية في فصل تشهد فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة. واحد من أربعة أشخاص تحت سن الأربعين يدخلون العناية المكثفة في كتالونيا، لكن السلطات هنا تعول على التطعيم. تم تطعيم أكثر من نصف السكان، ووصل عدد من تلقوا اللقاح إلى 24 مليونا. ولتحقيق ما يطلق عليه المناعة الجماعية تسابق إسبانيا الزمن لتطعيم غالبية السكان. أكثر من 9500 شخص يتم تطعيمهم يوميا في مركز ويزينك هذا وسط مدريد، غالبيتهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 والخامسة والثلاثين. خطتنا هي الوصول إلى تطعيم غالبية السكان هذا الصيف حتى نتمكن من التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيض عددها. تشدد الأقاليم الإسبانية المختلفة مثل كاتالونيا والباسك ونابارا من القيود المفروضة على الحياة الليلية تحديدا. تشديد القيود لم يقنع إقليم مدريد الذي رفض فرض أي نوع من تلك القيود. بالرغم من حالة القلق التي تنتاب بعض المواطنين بسبب الموجة الخامسة للجائحة، لأن وزارة الصحة تؤكد أن مستوى العدوى يشهد تراجعا في عموم البلاد، لكنها شددت أن المعيار الأبرز للنجاح هو إتمام عملية تطعيم السكان. معاذ حامد، العربي، مدريد.